اختارت لجنة آي كولد أحد المشاريع المائية التي نفذت في مصر كأفضل مشروع هندسي بالقرن العشرين، فما هو؟ محمد طعيمة، إجابتك؟ سد العالي. إجابة صحيحة. اللي صممه كان مهندس مصري من أصل يوناني، إدريان دينينوس. طبعاً السد العالي هي الإجابة الصحيحة. 10 نقط بيكاسو، 70 60 العراب. خليني أسألك يا محمد، ابتدى البناء في السد العالي إمتى؟ ابتدى سنة 61 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. وتم افتتاحه إمتى؟ في 70 71 في عهد الرئيس أنور السادات. الله عليك الله عليك. مبروك.